سنفور كسلان، هناك ما هو أكثر أهمية من النوم. استيقظ، فمن يستيقظ باكراً ينجز عمله بسرعة، والكسل لا يجدي نفعاً. لا أحد يحترمني. عليك أن تبتهج يا سنفور غضبان وتتمتع بكل يوم تعيشه. لا تنظر إلى الجانب اسمعني يا سنفور مازح، هناك مكان وزمان لكل. إنها مفاجأة. أو شكرا لك، على الأقل سنفور واحد يحترمني. انظروا إلى أنفسكم أيها السنافر، تلعبون وتعبثون طوال النهار. إذا عرف بابا سنفور بهذا سيخيب أمله بكم. مهلا، لم أنهي كلامي. لقد أنهيت حديثك منذ سنوات مفكر. مهلا قوي. ما أردت أن أقوله إن العقل أيضا يحتاج إلى تمرين، لذا أقترح عليك أن تقوم به. عندما لا يحترم السنافر سوى القوة، لا مكان للذكاء هنا في هذه المجموعة. لا بد من طريقة أخرى لكسب احترام الآخرين. وجدتها، سأسنفر شيئاً عبقرياً، فمن بين كل السنافر أنا الأذكى والأكثر حذاقة. من هناك؟ بجوق! النجدة! 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 بجوق! قد أجد لدى السنافر ما يمكنني أن أكله لأسد جوع معدتي. بجوق قادم! بجوق قادم! بجوق قادم! باجوك يشتم الأطايب. باجوك يرى الأطايب. باجوك سيأخذ الأطايب. يا سيد باجوك، هذه مؤونة طعامنا للشتاء، وأنا أمرك بأن تعيدها فورا. بعد التفكير في الأمر يمكنك الحصول عليها. كم أن باجوك لئيم، أخذ كل مخزوننا. يجب أن يخجل من نفسه. أجل، قد يتساقط الثلج في أي يوم، وإذا لم نعد تعبئة المؤونة سوف نجوع كلنا هذا الشتاء. هذه كلها غلطتك أيها السنفور مفكر. أنت من قاد باجوك إلى القرية. لن يحترمني سنفور بعد الآن إلا إذا أصبحت قويا وبطريقة ما تمكنت من استعادة الطعام من باجوك. سأريهم أن لسنفور مفكر الذكاء والقوة أيضا. سيلزمني من التمارين أكثر مما يمكنني تحمله. علي أن أتصرف بسرعة. كتب بابا سنفور العجيبة، لا بد من أن أحدها يحتوي على تركيبة تجعلني قويا. لا شيء، لقد تفقدت كل كتب بابا سنفور ما عدا واحدا. تركيبات القوة، لابد من أن يفيدني في شيء. قوي، أقوى، خارق القوة. تضمن هذه التركيبة لصاحبها قوة خارقة تفوق قوة الكائنات العادية. هذه هي المحاولة العاشرة، لابد من أن تنجح. وما الفائدة؟ لن أصبح قوياً على الإطلاق. لقد نجحت! لقد نجحت! والآن سأستعيد طعامنا من باجوق وأبرهن للجميع عن مدى قوتي. ماذا تقول بابا سنفور؟ عزيزي بابا سنفور، اعلم أني سوف أستعيد طعامنا من باجوك. الإمضاء مفكر، السنفور الخارق. السنفور الخارق؟ هذا لا يبدو جيداً. ما الأمر بابا
استخدم مفكر تركيبة منحته قوة خارقة، لكنه لا يعرف أنها تزول بعد ساعتين فقط. وقد ذهب ليواجه باجوق. أوه، مسكين المفكر. بسرعة، علينا أن نوقفه. موضوع الطيران هذا أصعب مما ظننت، لكن لا شيء يوقف السنفور الخارق. ها أنا الآن أطير. ها، لابد من أن هذا منزل باجوق. أسرعوا يا سنافر الصغار، أسرعوا أسرعوا. هاي باجوق، من هناك؟ ماذا تريد يا سنفور؟ ها؟ لست سنفورا، بل سنفور خارق. ارحل بعيدا، أنا آكل. أصمت، هذا الطعام ملك للسنافر ولا يمكنك الحصول عليه، هذا ما يقوله بابا سنفور. ها عليك أن تكون أسرع من ذلك يا باجوق. إنهض وقاتل مثل الغول. باجوك سيحطم السنفور ويطحنه طحناً، سوف ترى. لست سنفوراً، بل سنفور خارق. آمل ألا نكون قد تأخرنا، لن يصمد مفكر أمام ذلك الغول. السنفور الخارق. أحلام سعيدة. والآن باجوك غاضب جداً. ما هذا؟ بسرعة، الحقوا بي. مفكر، كيف سنتمكن من إنقاذه بابا سنفور؟ أحاول أن أجد طريقة سنفورة. انتبهوا، مفكر قام بهذا؟ هيا بنا، علينا أن نجده. مفكر؟ لقد نجحت يا بابا سنفور، لقد استعدت طعامنا، كله موجود هنا في هذا الكيس. مفكر، يجب أن أقول لك شيئاً بشأني. كان يجب أن تراني يا بابا سنفور، كنت مدهشاً، نعم لقد كنت. مفكر اسمعني، إن تركيبة القوة هذه. أوه بابا سنفور، ها قد أتى باجوق. فلنأخذ الطعام بسرعة ونرحل. أقول على حق، علينا أن نرحل من هنا. ليس بعد يا بابا سنفور، يجب أن ألقن باجوق درساً. مفكر، أنت تفقد قوتك. هذا ليس صحيحاً بابا سنفور، أنا لا أفقدها، ما زلت قوياً كما كنت. حسناً، لكان الوضع أسوأ، بقي أسبوع كامل قبل حلول الشتاء، أعرف هذا لأنه... أو حسناً، لا بأس، سوف يأتي الشتاء باكراً. بابا سنفور، إذا حصلت على تركيبة قوة خارقة أخرى فأنا واثق من أنني سأتمكن من سنفر فمك يا مفكر. مفكر، هذه التركيبة تسبب المشاكل بدلا من حلها. انظروا، باجوق سيأكل كل طعامنا. هذا إن لم أتمكن من منعه. مرحبا أيها الضخم. تدا، أنا هنا. ماذا يريد سنفور؟ أوه، أيها الكبير الضخم السخيف، أنا لست سنفورا بل أنا سنفورة. ها؟ لا. أوه، سيد باجوق، لو كنت تعلم فقط كم نحتاج نحن السنافر الصغار إلى ذلك الطعام أرجوك. باجوق يحتاج إلى الطعام أيضا. أوه، بالطبع تحتاج إليه، فأنت كبير جدا وقوي، فكر في السنافر الصغار الجائعين. السنافر الصغار الجائعون؟ أجل، سنافر صغار يبكون في الليالي المظلمة الباردة لأنهم لا يملكون طعاماً يسدون به رمقهم. أوه، هذا يحزن باجوك جداً. وأنت سرقت لنا طعامنا أيها الفتى الشقي. أجل، أنت غول شقي للغاية، ألست كذلك؟ غول المشاغب. وسوف تعيد إلينا كل طعامنا، صحيح؟ لا. النجدة قوي، سوف أنقذها بابا سنفور. انتظر قليلاً يا قوي، فما زلت أملك بعض القوة. لا أريد أن تؤذي نفسك يا مفكر. لا تقلق، لن أفعل، أنا سأنقذها. بابا سنفور، شكراً.
أشعر بالجوع. وأنا أشعر بالبرد. كيف سنتمكن من استعادة طعامنا؟ لا أعلم يا سنفورة. بابا سنفور، أعرف كيف يمكننا أن نستعيد الطعام. صحيح؟ قل لنا كيف يا مفكر. احذروا من قادم على العشاء. أنا. حساء الوخل شهي جدا. ماذا تفعل الصخور هنا؟ باجوك يحب الصخور المغمسة بالواحل. الصخور مقرمشة ولذيذة. علي أن أعترف يا مفكر بأن وضع الصخور كان فكرة سنفورية. شكرا يا بابا سنفور. العقل دائما يفوز على العضلات كما أقول دائما. سنفورك يا مفكر.